موضوع ينضم معي عبر خدمة السكايب زميل والصحفي الرياضي المعروف وكذلك الناقد الرياضي هائل المصباحي. سعد الله مساك بالخير أستاذ هائل، أهلا بك في زوايا الملاعب. بلا شك تابعت كما تابعنا نحن خبر المجيء بمدرب جزائري سيقود دفة منتخبنا الوطني خلال العام القادم أو العام الحالي الآن 2024. ما الذي سيقدمه هذا المدرب وماذا تعرف عنه من سيرة ذاتية؟ مساء الخير عليك، مساء الخير على جمهور الفضائية وبرنامج سعيد جدا لك في هذه الحديث عن المدرب الجديد، غمار جديدة وتحديات جديدة في اليمن. عزيز علي، اسم المدرب لا الاسم مغري ولا الوقت مجدي في هذا التوقيت بالذات أن تحضر مدرب أجنبي بمئات بآلاف الدولارات من أجل قيادة المنتخب الذي منذ فترة طالبنا بتحديد المصير وتحديد هوية الدفة الفنية للمنتخب الوطني الأول، خاصة أننا وجميعنا كنا نعرف أن سكوب ربما سيغادر، ربما سينتهي عقد المدرب القديم، فطالبنا اتحاد كرة القدم على أساس توفير مدرب يا أما وطني أو مدرب أجنبي منذ المباراة الأخيرة التي خاضها منتخبنا. لكن للأسف الاتحاد اليمني لكرة القدم لم يحرك ساكنا إلا في اللحظات الأخيرة التي أعلن تقريبا البارح بأنه سيتعاقد مع المدرب نور الدين بن علي مدرب جزائري. بحثنا في سيرته الذاتية، مدرب مغمور، فكما تحدثت قلت لك للاسم مغري ولا الوقت مجدي أن تتعاقد مع مدرب في هذا التوقيت بالذات. كان بالأجدى والأفضل أن يتعاقد الاتحاد بعد انتهاء المباراة الأخيرة التي خاضها منتخبنا وخسرها أيضا، من أجل بدء إعداد هذا المنتخب، وأيضا سيكون للمدرب تواجد خاصة وأن الدوري قائم وسائر الآن. يعني مباراة المربع الذهبي ربما لم يلحق الجهاز الفني الجديد لم يلحق حتى مشاهدة المباريات الأخيرة، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تأشيرة حتى الدخول الأراضي اليمنية. تعرف السفر إلى اليمن في هذا التوقيت بالذات يعد يعني أمر صعب وبالغ الصعوبة في التوقيت الحالي. ربما يعزو اتحاد كرة القدم أن المدرب هذا هو المتاح وأنه لا يوجد مدرب يستطيع العمل في اليمن. طيب إذا لم تحضر مدرب له سيفي محترم أو يعني مدرب يستطيع أن يوجد فرق في قيادة المنتخب الأول، ما الجدوى وما الفائدة من إحضار مدرب بهذا التوقيت بالذات وبعد انتهاء الدوري؟ من أين سيشاهد اللاعبين؟ من أين صحيح سيعمل في اليمن؟ والعمل في اليمن يعني على ماذا ستبني طموحات وآمل المنتخب؟ يعني الدوري متوقف، من أين سيأتي بفكرة اللاعبين؟ يعني هل سيقام دوري جديد وعلى إثر ذلك يعني؟ طيب هنا السؤال هايل هنا السؤال يعني بغض النظر خلاص الاتحاد إذا عزم على التعاقد مع هذا المدرب ما فيش عد فائدة، حتى نكون واضحين وصادقين مع أنفسنا أولا، ما الذي سيقدمه نور الدين في لقيادة دفة منتخبنا الوطني؟ تبقى أقل من شهر ونصف لأولى مواجهات منتخبنا مع الإمارات وكذلك مع البحرين ومع النيبال، شهر ونصف الآن، ما زال حتى هذه اللحظة لم يعلن الاتحاد العام لكرة القدم في مؤتمر صحفي بشكل رسمي التعاقد مع هذا المدرب. متى سيتم الإعلان؟ متى سيأتي اليمن؟ كيف سيلف المحافظات؟ الدوري العام يكون قد انتهى أو إن تبقى فقط مبارتين إلى ثلاث مباريات فقط؟ غالبية الأندية يعني لا يوجد لديها أي فعاليات، لا يوجد أنشطة محلية، ماذا سيقدم نور الدين في المباريات القادمة؟ السؤال باختصار يعني. باختصار المدرب الآن من الصعب الحكم عليه، البعض سينتقدنا أننا حكمنا على المدرب قبل الانطلاق، لكن كل مقومات يقول كما يقال مثلا للعيد تبني عصارها. المدرب الآن خلال هذه الفترة يعني بإمكانه التعرف على إمكانية اللاعبين، قدراتهم، مراكزهم، فقط وضع شاكلة فنية للمنتخب، محاولة يعني تحسين الصورة وخوض المباراة أمام المنتخب الإماراتي الذي كما تحدثت وأسلف سابقا أنه خارج الآن من التصفيات وتأهل إلى الدورة 16، سيواجه منتخبنا صعوبة كان الأقدر بأن تولى المهمة لمدرب وطني، خاصة أن الأسماء متواجدة ولهم سيفي متميز، يعني كان بالإمكان أن تستعين بمدرب وطني يقود هذه المرحلة، ومن ثم تبحث عن مدرب يعني يكون بسيفي أفضل من هذا المدرب الذي يعلن عنه الاتحاد اليمني لكرة القدم. البعض سيقول لك يا أخي يعني
الامور يعني غير مبشره، ويعني ايش ترتيب منتخبك وايش الاغراء الذي سيجعل المدربين يخوضوا مرحلة هذه التصفيات؟ طيب طيب انا يا هايل سنرد هايل معلش انا اسف، معلش انا اسف على المقاطعه، لكن لماذا الاتحاد العام لكره القدم لا يؤمن بقدرات المدربين الوطنيين؟ ولدينا مدربين لديهم شهادات على مستوى عالي جدا، لدينا الكابتن محمد الزريقي مساعد المدرب الذي يعرف كل التفاصيل المتعلقه بغالبيه لم يكن كافه لاعبين اليمن بكل في كافه الانديه، ومن فيهم حتى المختارين ضمن تشكيله المنتخب على مدى السنه الماضيه كامله. اتفق معك، كان بالامكان ان تولي المهمه لمساعد المدرب، وهي فتره قصيره زي ما تحدثت انت، مباراتين يعني او 3 مباريات وانتهت المرحله. لكن الاتحاد اليمني لا ادري بماذا يخطط، اذا كان يعني في هناك يعني مرحله او تخطيط لعمل قادم لمشروع قادم، كان يعني وضعها الاتحاد في روزنامته ووضعها في مؤتمر صحفي، وحدثنا ان المدرب هذا جاء من اجل بناء منتخب، من اجل ان نتعاقد معه لمده فترة زمنية طويلة، سنة سنتين، حتى يتم الاستقرار على مدرب يعني وطني يقود هذه المرحلة. لكن لا ندري ماذا يدور في أروقة الاتحاد، اللجنة الفنية، ما هي من قرر بإحضار هذا المدرب؟ لا ندري. الاتحاد اليمني لكرة القدم دائما يعشق التفاصيل الأخيرة، اللحظات الأخيرة من في كل المراحل، من مراحل الإعداد للمنتخبات الوطنية. ندرك أن المدرب الوطني أثبت كفاءته، سامي النعاش قادم منتخبنا الوطني رحمة الله عليه، وتعادل مع المنتخب السعودي بإمكانيات بسيطة وإعدادات يعني بسيطة، يعرف نفسية اللاعبين، يعرف إمكانيتهم. إذا لم تحضر مدرب يعني لديه طموح، لديه مغامرة جديدة، له اسم يعني متواجد على الساحة الفنية وقادر على إيجاد طفرة في التدريب، في التأهيل، وقتها سنبارك هذه الخطوة، سنقول للاتحاد اليمني لكرة القدم دع هذا المدرب يعمل لسنة سنتين 3 4. يا أخي عندما تحضر مدرب يكون لديك خطة. الآن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعاقد مع مانشيني وبنى خطه يعني اعداد المنتخب لتصفيات كأس العالم، خطه بعيده لا يهم، بناء لاعبين جدد. ما المرحله التي سيعمل فيها الاتحاد اليمني لكره القدم؟ لا ندري. نتمنى التوفيق للمدرب ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. صحيح اننا الحكم مبكر على هذا المدرب، لكن لا يلي العيد تبني عصاها يا اخي علي. نعم. لن يقدم الجديد في عالم التدريب مثله، مثل سكوب، غادر سكوب. ما الحصيله الذي جنيناها من سكوب الذي استلم الاف الدولارات؟ ماذا استفدنا من هذا المدرب؟ ماذا عمل؟ انت لو تحسبها بالقلم والمسطره، تعال خذ من يوم تعاقد سكوب، ماذا استفاد المنتخب الوطني؟ ماذا قدمنا من نتائج مع هذا المدرب؟ بمعنى ان المدرب الاجنبي ربما يعني يحضر كتغطيه اسم، واننا لدينا مدرب ونصرف عليه الاف الدولارات، وفي نفس الوقت قادرين على ايجاد مدرب وطني يعني يعمل باقل من هذه المبالغ الماليه، وابن بلدنا نعم. ويعرف امكانيته ويعرف الكره اليمنيه، وبامكانه حتى الدوري اذا لم يكن يعمل، لكن اقل شيء عنده فكره عن اللاعبين، عنده فكره عن طموح اللاعب اليمني، امكانياته، قدراته، يعرف تفاصيل كثيره ويلم بالوضع الحالي. نعم، يعطيك الف عافيه وشكرا كثيرا لك زميل عزيز الاستاذ هايل المصباحي، كنت معي عبر خدمه السكايب.